زي ما عودناكم ورسائلكم واستغاثاتكم وشكاويكم واقتراحاتكم دايما في بؤرة اهتمامنا. بعض من الرسائل اللي وصلتنا خلال الأيام اللي فاتت هنعرضها لحضراتكم تباعا. أول رسالة وصلتنا من أحد متابعي البرنامج، تقريبا حضراتكم حاطين صورة غلط يا شباب. طيب جاهز على مهلك، تقدروا تبعتوا لنا الرسائل والصور أو استغاثاتكم ومشاكلكم عبر صفحة البرنامج، صفحة الشخصية، صفحات قناة الشرق. أول استغاثة من أحد متابعي البرنامج، فيديو بعته لنا أحد المتابعين. شغل لي كده الفيديو لو سمحت. قلنا أكثر من مرة من زواتنا نجيب لي أكثر من 8000 نسمة، وعشان الطريق دي رئيسية بالنسبة لنا. طب العصارة قبالنا، بينا وبينها شريط السكة الحديد، وبينا وبينها على الفؤادية. العصارة محتاجة تدفن عندنا. العصارة أكثر من 4000 نسمة، ونحن 8000 نسمة. مشدنا طوب الأرض. يعني الناس كلها اللي انتوا شايفينها واقفة دي مستنى العبارة تودي دور وتجيب دور. الناس دي كلها عايزة تروح ورا الجنازة. يعني نحن نشدنا طوب الأرض. جينا مع كل المشاهير، جينا مع كل الإعلام. يعني يا ترى محافظ سوهاج حضرتك ما شفتش الطريق الموت. الناس دي كلها راح تودي جنازة. العصارة أكثر من 4000 نسمة بتدفن عندينا، ونحن عايزين الطريق الرئيسية. بلدنا ملاش مدخل، نحن أكثر من 8000 نسمة. يا ناس حرام عليكم، يا ناس حسوا بالناس الغلابة، حسوا بالفقرة. الفقير انتهى. حتى الميت الناس. ده كان فيديو بعته لنا أحد متابعي البرنامج، لو تحط لي الصورة الرسالة اللي بعتها أحد متابعي البرنامج أهوت بيقول: السلام عليكم حضرتك، أنا من جرجة قرية الزواتنا الإبلية. حضرتك إحنا اللي عندنا صحة وأقرب مستشفى بعيدة جدا، عشان ندخل أو نخرج من البلد 8 كيلو. قدمنا طلبات، محتاجين كوبري بس على الترعة علشان تسهل الحركة، اترفض. في قرية بجوارنا أما يموت فيها حد بيعدوا على عبارة، كتير توفى بسبب الغرق أو بيلف على البلد المجاورة على بعد 4 كيلو متر عشان يجي يدفن الميت. دي كانت رسالة أحد متابعي البرنامج اللي بيشتكي من عدم وجود لا طريق ولا وحدات صحية ولا أي حاجة. رسالة تانية أيضا من أحد متابعي البرنامج: بالله عليك يا أستاذ وليد، ده منظر يوميا بالوضع ده. أنا خايف أقول حاجة لا يخترق الحساب ويجيبوني وانت على علم بما يحدث لمن يتكلم. بعت لنا فيديو من أحد الشوارع أو من معاناة يومية بيعيشها المواطن المصري. تابع هذا الفيديو. ده الزحمة اللي بيعيشها المواطن يوميا في بلد كل إنجازاتها وبتفتخر بالطرق والكباري والنقل والمواصلات. أيضا رسالة من أحد متابعي البرنامج: صباح الخير، شوف يا أستاذ وليد المكان، محافظة القليوبية شبرا الخيمة، نفق المؤسسة، دول ربنا يحفظ شبابنا. ساعات بيكونوا أكتر من 20 راجل وست وعيال جوه النفق نايمين، بس كل مرة ما بتصدفش الصدفة عشان أصورهم. المرة دي صورتهم، فيديو بعته لنا أحد المواطنين. هنختم بيه الحلقة من نفق المؤسسة وولاد وشباب نايمين بالشكل ده بسبب لا لاقين ياكلوا ولا لاقين مكان يعيشوا فيه في بلد بتبني قصور وبتعمل كباري وبتعمل كل حاجة، ولادها نايمين ومرميين في الشارع بالشكل ده. يعني دي كانت بعض رسائل حضراتكم اللي بتبعتوها لنا.